ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول السيد نظير النداوي المحلل السياسي العراقي. أستاذ نظير مرحبا بك. 24 مشروعا استثماريا تخص المحافظات الجنوبية من بين 51 مشروعا سيطرح ضمن مؤتمر الكويت. كيف تنظر إلى عدالة تقسيم الاستثمارات في ظل حالة دمار شبه كامل إن لم يكن كامل طبعا للمحافظات المستعادة من تنظيم الدولة؟ حياك الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. يعني لا غرابة في هذا الطرح الذي تقوم به الحكومة في بغداد، فهي قد خرجت هذه الحكومة من رحم الطائفية، وبالتالي كل قرار وكل شيء يتخذونه هو يدور في فلك الطائفية. ففي البلد الذي الآن تعاني المحافظات معينة اللي هي التي يسكن فيها المكون العربي السني قد دمرت وسويت بالأرض إلى درجة كبيرة، ومع ذلك يجعلون حصة إعادة الإعمار فيها حصة بسيطة، ويقومون بإنشاء مشاريع إعمارية في المناطق التي تمثل الحاضنة الشعبية لأحزاب السلطة، وبالتالي يجعلونها في الصراع الانتخابي وكسب الأصوات للانتخابات المقبلة. نعم أستاذ نظير، النائب جوزيف أصليو صرح بأن البعد الطائفي لبعض الكتل حال دون إعمار المناطق المدمرة، هذا يتطابق مع ما ذكرته قبل قليل. البعض يرى بأنه عندما تكون المشاريع ثلثاها متجهة للمناطق الجنوبية بذلك تسهل عملية سرقتها من قبل الفاسدين، إلى أي مدى ترى ذلك ممكنا؟ يعني أنا أرى توصيف هذا النائب هو توصيف قريب إلى الحقيقة، يعني وما يقوم به السياسيين الآن اللي ممسكين بزمام الأمور سوف لن يخرج عن هذه الدائرة، وربما يكون الوضع يعني أسوأ، بحيث أن بعض الدول قد اشترطت أن يكون هناك إجراءات فاعلة للحد من الفساد المستشري في حكومة بغداد لكي توافق على منح العراق بعض المنح لإعادة الإعمار. يعني بالتالي فإن مؤتمر الكويت يعني ربما سيكون مصيره الفشل إذا تم إقرانه في موضوع مكافحة الفساد الذي سوف لن تقوم الحكومة بأي خطوة بهذا الاتجاه، لأن منظومة الفساد هي المنظومة الحاكمة الآن في بغداد. يعني كما هو الحال الدول المانحة تطالب بضمانات مقابل مشاركتها في المؤتمر، إلى أي مدى ترى أن هذه الدول المانحة تثق بالحكومة في بغداد؟ هناك يعني صعوبة في موضوع يعني الثقة في هذه الحكومة. موضوع الفساد الآن يعني حكومة بغداد الآن هي في المراتب العليا من يعني تقارير الشفافية الدولية، وحجم الفساد فيها منقطع النظير، لم يشهد له العراق بل لم تشهد له دول المنطقة هذه المرحلة المتقدمة من الفساد، وبالتالي هذا يجعل من الحكومات تكون حذرة بأن هذه الأموال سوف لن تصل إلى المستفيد، وهو يعني المقصود. هل هذا الأمر هل هذا الأمر هو خاف على الولايات المتحدة التي أرادت بحسب ما كانت تقول منذ ما قبل 2003 بأنها تريد أن يكون العراق أنموذجا، بحيث يصف ترامب السياسيين في العراق بأنهم مجموعة لصوص؟ يعني هذا الأمر عندما كانت الولايات المتحدة تريد من العراق أن يكون نموذجا لدول المنطقة، يعني أتوقع أن هذا الصفحة قد طويت. الآن الولايات المتحدة بقيادة ترامب تحاول أن تراعي مصالحها، ومن المتوقع بأن الولايات المتحدة سوف لن تساهم بأي قدر حتى لو كان بسيط في إعادة الإعمار، بل قالها بعض السياسيين أن المساعدات الأمريكية التي كانت في المعركة ضد داعش هذا يكفي كمساهمة أمريكية لمساعدة العراق، وبالتالي الآن الولايات المتحدة تتخلى عن السياسيين الموالين تماما لإيران، هي تريد أن تصنع سياسيين موالين لها، وبالتالي أن الشعب العراقي يقع الآن ضحية هذا الصراع الإيراني الأمريكي
والسجال الذي يعني أصبح العراق هو ساحة لهذا الصراع. مركز الإعلام والدراسات الاستراتيجية أستاذ نظير صرح بأن إيران تنهب ثروات العراق وسوريا بواسطة عملاء حكوميين، إلى أي مدى من وجهة نظركم فيما يخص موضوع أموال المانحين، إلى أي مدى ترى أن ذلك ربما أيضا سيصب في مصلحة إيران؟ نعم، هذا أيضا أحد المثبطات والتي تجعل من هذا المؤتمر الكويت مؤتمر فاشل بامتياز، كون أن السلطة السياسية في العراق هي مسلوبة الإرادة من قبل النظام الإيراني. يعني نحن نتحدث الآن عن العراق ناهيك عن سوريا، فبالعراق لا توجد إرادة سياسية مستقلة، وبالتالي الأموال التي ربما ستصل إلى العراق ربما ستجد طريقها إلى إيران من خلال المنظومة السياسية الحاكمة في بغداد، وهذا الأمر ليس مستغرب. ففي الفترة التي كانت إيران تعاني منها من حصار غربي خانق بسبب الموضوع النووي، كان العراق طوق نجاة لإيران للتغلب على الصعوبات الاقتصادية، وتم استنزاف العراق بشكل كبير بتلك الفترة. فهو الأمر يعني ليس بجديد، وربما يتكرر مرة ثانية، وهذا ما يجعل هناك انعدام ثقة من الدول المانحة بالنظام السياسي الحاكم في بغداد. شكرا لك أستاذ نظير النداوي المحلل السياسي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.